بعد توقيع اتفاق الأستانة بين الروس والإيرانيين والأتراك سميت مناطق أو استثنيت أربع مناطق سورية وسميت بمناطق تخفيف التصعيد أو مناطق آمنة. رأينا حشودات تركية في محافظة هاتاي على حدود محافظة إدلب. قيل إن هذه الحشودات هي لاجتياح إدلب وقطع الطريق أمام قوات سوريا الديمقراطية لمنع وصولها إلى البحر. ما مدى صحة هذا الخبر؟ قبل أن أبدأ لن أتحدث عن موقفنا عن اجتماع الأستانة بحد ذاته الذي بالتأكيد لا ننتظر منه الكثير، ونعتقد أنه شابه الكثير من الأخطاء والنواقص، وهذا ما انعكس أيضا في نص أسسه النظرية وكذلك في تطبيقاته العملية على أرض الواقع. لا تزال تختلفه الكثير من الغموض حول مستويات إمكانية تطبيق هذا القرار، خصوصا أن هناك قوى رئيسية، ولا أخفي عليك عدم وجود قوات سوريا الديمقراطية كقوى عسكرية هذا يشكل نقيصة كبيرة. لا أعرف الدول الرعاة أو رعاة هذا الاتفاق كيف سمحت لهم ظروفهم أو سمحت لهم ذهنيتهم باستبعاد أو بعدم دعوة قوات سوريا الديمقراطية وغيرها من قوى أخرى موجودة على الساحة. بغض النظر عن كل هذا الشيء، أن هناك مسائل عملية في تطبيقها على أرض الواقع، إدلب المعروفة بأنها معقل جبهة النصرة، معقل القاعدة التي تم استبعادها من مسألة وقف إطلاق النار حتى أو مسألة التهدئة. هل لا زال اتفاق عدم التهدئة مع داعش وجبهة النصرة لا زال مستمراً أم أنه توقف مع حضور الأستانة؟ أنا لا أعتقد، أعتقد أن القرار بالتصدي لداعش والتصدي لجبهة النصرة، وإن كانت حقيقة بعض الأطراف كانت فترة سابقة أيضا أرادت أن تحاول استبعاد جبهة النصرة بمحاولة دمج النصرة مع غيرها من الفصائل الجيش الحر أو ما شابه، ربما أن هناك لعبة خطيرة قد تدور في هذه المسألة.